ما فيش أقوى من أنت تبقي موجودة في صرح حضاري زي الأهرامات وبتتفرجي على أحلى فن، فما فيش أحلى من كده. إحساس أن أنت جامعة ما بين الحضارة المصرية وكل حاجة وما بين الأرض، عارفة يعني إحساس مختلف. زي ما قلت لك أن حلم أي حد أوكي ما جاش مصر أنه يجي مصر ويزور الأهرامات، فبالك لما أنت تعملي معرض كبير للفن في مصر وتجيبي أهم الفنانين من مختلف العالم ويعملوا تحف فنية أوكي ما زالت موجودة والناس بتتفرج عليها لحد دلوقتي في الأهرامات. بعد ما اتعمل أرض إيجيبت ده خلى ديور تيجي تعمل فاشن شو في الأهرامات. معظم الفنانين العالميين اللي جم عملوا حاجات مميزة ومبهرة، لأن ما كانش حد عادي، يعني ما كانش في حد عادي، كانوا كلهم من أهم الفنانين.